الوالد هنا ينقل هذه الرواية في كتاب الصياغة الجديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا إن رح الإسلام دائرة، فدوروا حول الإسلام حيث دار. لعل المقصود في هذه الكلمة القضايا الخارجية التي أشرنا إليها في ذاك البحث الآخر، وليس القضايا الحقيقية، فإن القضايا الحقيقية حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. فالمقصود حسب الظاهر القضايا الخارجية، وله تفصيل: ألا إن رح الإسلام دائرة، فدوروا حول الإسلام حيث دار. دوروا حول الإسلام، مو حول المنهج الغربي والشرقي المتبع تقريبا في كل شيء ومنه في الضرائب. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان، السلطة في مكان والتشريع في مكان والقرآن في مكان، مهجور. فلا تفارق الكتاب، ألا يضع عنهم إصرهم، نقول لا الإصر جيد ممتاز ضروري، ونفلسف أيضا للضرائب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء مضلون، على كل الكرة الأرضية هكذا الآن أمراء مضلون يقضون لأنفسهم ما لا يقضونه لكم. كل الخيرات يريده له، كل النعم يريدها له، السلطة له، الرئاسة له، الشهرة له، الأموال له، القصور له، السيارات الفارهة له، والعذاب للمستضعفين. يقضون لأنفسهم ما لا يقضونه لكم، إن أطعتوهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: وما نصنع يا رسول الله؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى، نشروا على المناشير وحملوا على الخشب، والذي نفسي بيده لموت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. ليس كلامنا الآن حول رفع السيف، كلامنا حول الكلمة. لما لا ننطق بالكلمة؟ لنا منطق. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لنا حق، فإن أعطيناه وإلا ركبنا أعجاز الإبل. ولهذه الكلمة من القيمة ما لها مما نتركه لوقته. الكلمة، لما لا ننطق؟ لما لا نحمل رسالة الإسلام الاقتصادية للعالم؟ العالم كله يعاني، العالم كله يعاني من عدم العودة إلى منهج الرسول صلى الله عليه وآله. أرقى دول العالم الولايات المتحدة تعاني من الضرائب، الناس متورطين، الناس أكثرهم لا يعرفون الحقيقة. هذا الهواء الذي يستنشقه يتصوره هو الحاق الطبيعي للحكومة. لو أن حكومة إسلامية طبقت منهج الرسول حقا في الاقتصاد ومنهج علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما، أما كان الناس سيدخلون من جديد في دين الله أفواجا؟ لماذا الناس في زمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يدخلون أفواجا في دين الله؟ لأنهم يجدون المنهج منهج أكثر تطورا وحقانية وصحة من هذه المناهج الوضعية التي يعمل بها الآن. اقطعوا النظر عن الآخرة، في الدنيا يرون منهجا متطورا لا يرقى إليه الخيال في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع. هل منهج موجود بأيدينا؟ في نهج البلاغة موجود، في الصحيفة السجادية موجود، في التهذيبين موجود، في الاستبصار موجود، في الكافي الشريف موجود، في وسائل الشيعة موجود، في جامع أحاديث الشيعة موجود، لكن على ألسنتنا غير موجود. الكثير منا في عقولنا ليس موجودا، في قلوبنا لعله أيضا موجود.